احنا كان يعني في عهد معين كان اذا حصلنا انا شرطي في الجهاز الحاكم في وزاره الداخليه نعد ذلك مكسبا كبيرا الى مصالح الشيعه او مصالح المسلمين بشكل عام، مصالح العراقيين، المجتمع العراقي. فجاه واذا تيار صدري له 6 وزراء او 6 وزراء في الحكومه. فجاه يامر السيد مقتدى الصدر بسحب هؤلاء الوزراء من الحكومه. يعني ما هو منطق هذا القرار؟ ما هي خلفيه هذا القرار؟ ما استطاعوا خدمة، حاولوا وما استطاعوا فأفرجت عنهم. وزير النقل كان مشهودة بالعمل الجيد. لا، وزير النقل هذا في المرحلة السابقة، هو أنا أقصد اللي كان بتيار صدري في المرحلة السابقة راح، بالمرحلة الجديدة جاء أشخاص آخرين 6 غيره لم يستطيعوا خدمة. واحد منهم إذا أبو يختار لي أبو الزراعة، أجا قال لي وزير الزراعة الأمريكي جايب لي فلوس أستلمها، قلت له لا حرام. زين قال لي شلون اشتغل؟ قلت له لا ما تقدر تشتغل حقك، ما ادري. فلذلك شوي شوي اقتضت الامور على يعني شو نقول ابعادهم قليلا عن هذه الساحه، الان تتسنى لهم فرصه اخرى.